هل حصلتم على أي دعم سياسي للمشروع السياسي نعم. هل هناك تأييد دولي؟ هل هناك وعود دولية بتأييد؟ نعم. شفناكم في جولات وهل هناك تجاوب معها؟ نحن قمنا في جولة أولية إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا. في هناك تقابل، لا نستطيع نحن كشف على مع من التقينا، ولكن هذه مؤسسات من دوائر الحكومات في تلك الدول. هناك وعود وهناك استماع عن جد وتعاطف لمسنا كبير فيما يخص قضيتنا، والأمر هم باتوا يدركون أن إرادة الناس لا يمكن فرضها بالقوة، ونحن يعني سنقوم أيضا بجولة إلى أمريكا قريبا بعد هذه الجولة، بعد تقييم زيارة أوروبا، والأمور إن شاء الله مبشرة. بالنسبة للتعاطف الدولي، نحب نعرف بالضبط بالنسبة لوقتهم، سمعنا أكثر من كلام متقارب عن مشاركة الانتقالي أو العدم مشاورات مقبلة. المجلس الانتقالي سيشارك عندما يكون هو الممثل للجنوب، لكن أي قوة تريد أن تفرض أطراف أو أفراد ممثلي للجنوب وهم خارج هدف الجنوب الذي يحمله المجلس وهو ممثل عن الإرادة الشعبية للجنوب، طبعاً نحن من صعب المكان أن تشارك مع أفراد يعتبرون أن قوات التحالف هي قوات احتلال. إذا ما الفرق بين هؤلاء الأفراد الذين يحملون أجندات للأسف الشديد خارجية، تريد أن تعطل المشهد الجنوبي، تريد أن تصور الجنوب كأنه منقسم وبدعم قطري معروف ودعم أيضا من بعض الدول الإقليمية. ماذا عن الرموز القيادات الجنوبية السابقة؟ هل يعني شوف المجلس الانتقالي الجنوبي كان صريح العبارة أنه الجنوب المجلس الانتقالي سيتحاور مع كل الجنوبيين في أي مكان كانوا، ومن لم يستطيع أن يأتي سنذهب إليه. وجئنا فعلا والتقت هنا قيادة المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا نائبه الشيخ هاني بن بريك، ومجموعة من قيادات المجلس الانتقالي في رمضان الماضي اجتمعوا بقيادات جنوبية سابقة، اجتمعوا بعلي ناصر محمد وحيدر بكر العطاس وكثير من القيادات الجنوبية، علي سالم البيض، التقوا بكل القيادات الجنوبية الموجودة التي جاءت إلى هذا اللقاء، وأنا أعتقد أن الجنوبيين كلهم متفقين على هدف استعادة الدولة، ما فيهم الرئيس عيد ناصر محمد وحيد العطاس، ربما اختلف دور ولا دور استشاري. هو طبعا الدور سيكون استشاري، والواحد يعني لا يستنقص من هذه القيادات السياسية المؤثرة ودورها وتاريخها، ويستفيد أيضا من خبراتها في الماضي ونتعلم من هذه الخبرات. هل يمكن القبول بالسيرة الانتقالية؟ لم يعد في الجنوب أي حلول بعد 2015. نحن كنا مشاركين في الحوار وطرحنا تلك الحلول الكونفدرالية والفدرالية، وطرحنا، ولكن الأخوة في الشمال يعني تعالوا على موضوع القضية الجنوبية واستعلوا على الجانب الجنوبي، وأدى إلى انسحابنا من الحوار حينذاك. بعد الحوار لا مجال للاستقلال، لا مجال للاستقلال، اللي ومن عنده شك في ذلك عليه أن يقول لشعب الجنوب ماذا يريد. لا يمكن بعد ما جرى في 2015، لا يمكن لأي دولة كانت أن تفرض على إرادة شعب الجنوب العودة إلى الوحدة بالقوة، لا يمكن. هذا كلام فاضي، هذا كلام عار من الصحة. أنت عارف اليوم عندنا قوات من أبناء يافع، من أبناء ضالع، من أبناء موجودين في حضرموت، موجودين في كل مكان، موجودين من اللي دافعوا عن الجنوب من حضرموت، دافعوا عن عدن وتحرير عدن، جاءوا من حضرموت، جاءوا من أبين، جاءوا من الضالع، من كل محافظة الجنوب دافعوا عن عاصمتهم وقاتلوا الشماليين. أنا أتكلم عن القوات الشمالية اللي كانت متواجدة وقوات الحوثي التي غزت الجنوب في تلك الفترة في 2015. جاءوا أخواننا من كل محافظات الجنوب وهبوا هبة رجل
واحد ووقفوا ضمن ضد تلك الغطرسة وهذا العدوان، وتم تحرير الجنوب. الحديث عن أنه هناك كلام عن أنه صراع بالجنوب، هذا نوع من محاولة إيجاد لتصوير المشهد في الجنوب، وكنا الجنوبيين لا يتفقون، هذا كلام عار من الصحة. المجلس الانتقالي الجنوبي في قياداته يضم كل محافظات الجنوب، ممثلين من كل محافظات الجنوب، ما فيهم سلاطي، ما فيهم سلطان المهرة وسقطرة عضو في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلين حتى مؤتمر حضرموت الجامع موجودين في قيادة هذا المجلس. يعني أنا 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 أستغرب إنه الناس تكرر أو تخلق نوع من مثل هذه الأسئلة، تعطي انطباع وكأن الجنوبيين مقسمين وكأن الجنوبيين غير موحدين. أنا لم أرى من تجربتي كلها في العمل السياسي، لم أرى فترة توحد الجنوبيين كما هذه الفترة. الوضع في الجنوب هل هو يرتبط بشكل أو بآخر بالحزم مع الأردنيين؟ هل هناك حالة انتظار؟ هو الوضع بشكل عام له ارتباط ما بين الحرب الدائرة والاستقرار اللي يفترض أن يكون موجود في الجنوب. الجنوب تحرر منذ 2015، ولكن عملت كثير من الحكومات للأسف الشديد المتعاقبة في إطار الشرعية على عرقلة هذا الاستقرار، تنمية في الجوانب التنموية أو في الجوانب الخدمية أو في إيصال المرتبات للعمال في تلك المناطق بشكل مستمر. عملية تعطيل الحياة للأسف الشرعية قامت بها من خلال ممارسات واضحة من حزب الإصلاح، عمليات إشغال الجنوبيين في إطار بناء مؤسسات عسكرية داخل الجنوب بغطاء الشرعية وهي غطاء وهي تابعة للإخوان المسلمين، وتم القضاء على هذه المؤسسات المعسكرات في يناير الماضي. نحن في الجنوب وضع مستقر، الوضع هادئ، هناك يعني دعم قوي من قوات التحالف وعلى رأس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي عملت بشكل كبير في استقرار الجنوب أمنيا. أنا أتحدث عن استقرار الجنوب أمنيا من خلال محاربة جادة لعناصر القاعدة ومعسكرات القاعدة، وقففت كثير من موارد هذه القاعدة، جعلت يعني فعلا نحن لم نشهد حرب حقيقية للقاعدة كما نشهده اليوم، واستطاع بفعل بفضل الله بفضل جنود الحزام الأمني والنخبة في حضرموت وشبوة والدعم اللوجستي والدعم العسكري والدعم أيضا التقني التي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لتقوية هذه المؤسسات العسكرية في الجنوب لأجل محاربة القاعدة، وهذا لمصلحتنا كجنوبيين ولمصلحة المنطقة ولمصلحة الاستقرار العالمي في هذه المنطقة. يعني هناك من يقول أن الحزب اليمنية في أواخر مراحلها، وأن هناك فرصة للحسم العسكري معنا الآن. الحرب وصلت إلى مرحلة أنه طبعا القوات الحوثية منهكة، القوات المحاصرة صارت محاصرة من شمال الشمال من صعدة، والآن يجري عملية تحرير الحديدة واقتحام مران هي معقل الزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. هذه محاولة الإطباق على الحوثيين من الساحل الغربي وايضا من شمال الشمال في صعدة. يعني نتحدث عن شهور ولا اسابيع؟ طبعا لو في عاملين اساسيين اخرى من الانتصارات اللي كان ممكن تحققها المقاومه والجيش الشرعيه في يعني في الوسط، هي خيانات اولا الحزب الاصلاح الذي لا يريد للتحالف الانتصار، يريد أن يكون إما أين موقعي من القادم أو لا نشارك في الانتصار، وعمل على تعطيل كثير من الجبهات من ضمنها جبهة عز، تحرير عز أجلها الإصلاح أو عمل على تعثر الانتصارات في هذه المحافظة الكبيرة والمهمة استراتيجيا سواء للشمال أو الجنوب.
عمل على تعطيل جبهات البيضاء ومناطق أخرى كثيرة. كيف آليات التعطيل؟ آليات التعطيل هي يعني منع أعضائهم من المشاركة في أي قتال، تهريب السلاح الموجود اللي يسلم من الشرعية أو يسلم من التحالف إلى الحوثيين لدعم استمرارية بقائهم في تلك الجبهات يعني، وعدم مواجهة الحوثيين. كيف يستقيم هذا مع علاقات الإصلاح بالحكومة؟ الإصلاح هو استطاع أن يختطف الحكومة اليمنية والشرعية ويطبق على قراراته وسيطر على قرارات كثير من القرارات التي عطلت عملية التنمية وعودة الاستقرار في الجنوب، والاستقرار نتحدث عن الاستقرار الاقتصادي الاقتصاد المجتمعي، هو سبب هيمنة حزب الإصلاح على القرار في رأس الشرعية. كيف ترى علاقة المجلس الانتقالي بالحكومة؟ نحن لا توجد لنا علاقة مع الحكومة كمجلس انتقالي، الحكومة عليها أن تقوم بواجباتها. نحن عندما جرى طالبنا من شهر نوفمبر الماضي العام الماضي، طالبنا الحكومة أو طالبنا الرئيس عبد الرب منصور هادي على ضرورة تغيير الحكومة، لأن هذه حكومة فساد أفسدت كل ما يقدم من التحالف، عملية نهب واضح، عملية يعني التغيير الأخير لم يكن كافياً؟ لا، التغيير الأخير لم يكن، هو طبعاً جاء تأكيداً لما قاله المجلس الانتقالي على ضرورة تغيير الحكومة، ولكن قال تغيير رئيس الحكومة ولم تغير الحكومة. هنا لا، هنا أنت لا تستطيع أن تغير رأس بدون النظام الذي يقود هذه الحكومة. رأس الحكومة لا يستطيع أن يعمل بنفس الأدوات التي كانت هي سبب فشل الحكومة السابقة وهي التي عرقلت التنمية في المحافظات الجنوبية. العودة للوضع الحالي، هل المجلس الانتقالي استعداد للقوات الجنوبية المشاركة مع التحالف في أكثر من جبهات تساعد؟ بدون شك، قوات التحالف هو القوات العمالقة وقوات جنوبية الموجودة على الساحل الغربية، وقوات جنوبية هي قوات جنوبية ترفع علم الجنوب، تدافع عن الجنوب، وتتحدث باسم الجنوب، وتشارك من أجل أيضا مستقبل الجنوب. مستقبل الجنوب يهمنا أن تتحرر الشمال من مستقبل الجنوب. نعم. الذي علاقة سياسية ارتباطات المجلس. قيادات المجلس الانتقالي هم أيضا من المقاومة. شيخ هاني بن بريك هو أحد قيادات المقاومة. الرئيس إدريس الزبيدي هو قائد هذه المقاومة الجنوبية بشكل عام. وبالتالي هناك علاقة، ولكن إذا يعني العلاقة واضحة، والجنوبيين يحاربون في أي جبهة من الجبهات في الشمال من أجل الجنوب وليس من أجل فقط العودة إلى الوحدة. قبل يومين مع القيادة المبيدة المسوسي، كيف تقول عنه؟ كيف تقيمك الوضع الصحي؟ نبيل يتحسن وضعه الصحي. نبيل أحد قيادات المقاومة الجنوبية من رجالات الجنوب الذين نعتز بهم. أصيب في الساحل الغربي في معركة الحديدة في الشهر الماضي ونقل للعلاج ويتماثل الشفاء الآن بشكل كبير، والشكر هذا ضمن يعني نشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تساعدنا كثيرا، تساعد دعم القوات على الأرض في إطار دورها اللي تقوم به في إطار عمليات في هذه الحرب ضمن قوات التحالف. هناك موضوع مهم، ما الذي يجري في المهرة؟ المهرة التظاهرات المعاملة والالتحام والأطراف هذه على يعني في علاقة بينكم مع المجلس الانتقالي، ممكن تفسر لنا شو اللي يحدث المهرة؟ لا بالعكس، المهرة ما قام به حزب الإصلاح في سقطرة يقوم به في المهرة. ما قام السعودية موجودة في المهرة، قوات سعودية موجودة في المهرة في إطار حماية المنافذ الحدودية للجنوب من تهريب السلاح، من تهريب أي أشياء أخرى. الإصلاح كما استنفر ضد القوات الإماراتية والأشقاء الإماراتيين في جزيرة سقطرة واستنفر العالم وكأنه احتلال ومش عارف إيش، يكرر نفس السيناريو الآن موجود في المهرة، ولكن هذه زبعة وستنتهي إن شاء الله.